جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك القانون الدولي بعد الهجوم الذي نفذه الطيران الأمريكي على قاعدة تشعيرات التابعة للنظام السوري. من جهة ثانية، هددت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بتنفيذ تدخل آخر في سوريا. وقال مسؤول شؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفري فيلتمان اليوم إن ثمة حاجة لتحرك فوري لحماية الشعب السوري، لكن يجب أن يلتزم ذلك بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضاف في كلمة أمام مجلس الأمن: لا يمكن أن تكون هناك حماية حقيقية إذا سمح لطرفي الصراع، الحكومة والمعارضة على السواء، بالتصرف من دون خوف من العقاب، وإذا وصلت الحكومة السورية ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيها.